مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم مجددا الى هذه المساحه الحواريه الاسبوعيه. اذا اليوم سنتوقف على حدث وباش نتحدثوا على اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. نحن في الحقيقه لا نتضامن مع الشعب الفلسطيني، لان الشعب الفلسطيني جزء منا ونحمل آماله كما نحمل آلمه، ولكن هي مناسبة لتدارس القضية ولتجديد الذكرى في هذه القضية التي لم ننسها. وإن كان شاعر الفلسطيني الموهوب رحمة الله عليه محمود درويش يقول: كيف نشفى من حب تونس؟ نحن كذلك نقول: كيف نشفى من حب فلسطين؟ هذه فلسطين التي راهن أعداؤنا الصهاينة على أن كبارنا سيموتون وصغارنا سيموتون، لكن واقع الحال يقول أن هذه القضية توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، كما توارث الفلسطينيون مفتاح العودة. نحن كذلك نتوارث قضيتنا، وصغارنا أحرص من كبارنا على هذه القضية، سعداء باستقبال من هو يحمل القضية في تونس وواحد من رموزها في تونس، الأستاذ الدكتور إبراهيم الرفاعي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. بارك الله فيك محمد على هذا التقديم المؤثر. أجل فلسطين في القلب التونسي وفي قلب كل عربي ومسلم وكل من هو يحمل صفة الإنسان. فلسطين هي قضيتكم مثل ما هي قضيتنا، لأن القدس ليست لنا فقط وإنما لكل عاصمة الأمة العربية والإسلامية. أشكركم على هذه الفرصة. فيما يخص اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، هو يعني قرار اتخذته الأمم المتحدة بمناسبة الإحياء ذكرى قرار تقسيم فلسطين. هذا اللي علينا أن نتوقف عليه لحظة. هذا القرار هو أصلا مشحف بحق الفلسطينيين، حين أعطى لمن لا يستحق الجزء الأكبر من الأرض الفلسطيني في سياق وعد بلفور قبل ذلك. أن قرار التقسيم كان قد اقتطع أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية لكي يخصصها للدولة اليهودية، فيما عدا ذلك أقل من 50% يخصص للدولة العربية فلسطين. ناهيك على أن قرار التقسيم قد انتزع سيادة الشعب الفلسطيني على القدس لما دولها. إذن في سياقه وفي ظروفه هو انتهاك وإعطاء الأرض الفلسطينية لمن لا يستحق في سياق استعماري بريطاني. هو الذي أصلا كان قد أسس للقرار قرار التقسيم، مثل ما كان مهد لذلك من خلال وعد بلفور، وقبل ذلك 1907 مقررات كامبل بنرمان التي قررت إنشاء جسم غريب في المنطقة، في منطقة قناة السويس، لا لشيء إلا لمواجهة الإمبراطورية العثمانية من جهة وتحطيم الإمبراطورية الألمانية من جهة ثانية. لذلك فإن ما سمي بالقضية الفلسطينية هو تسمية خاطئة، لأنه في الأصل هي من جهة صراع إمبراطوري جسم في فلسطين، وسموه صراعا فلسطينيا إسرائيليا تارة، وجعلوا له تجلي عربي ليقولوا صراع عربي إسرائيلي. وما كان العربي وما كان الفلسطيني هو المؤسس لهذا الصراع، بل الصراع الإمبراطوري وخاصة بريطانيا. هذه من ناحية أولى. أيضا كانت توظيف للمشروع الصهيوني والفكر الصهيوني في فلسطين بتجميعهم في فلسطين، وكانت قد سميت اللاسمية في أوروبا حينذاك بالمسألة اليهودية. إذن للتخلص من هذه المسألة وحل هذه المسألة من جهة، ولتجميع اليهود في فلسطين من جهة ثانية لمآرب ليست دينية حقيقة، وإنما توظيف الدين لما يحمله التوراة من بعد جيوسياسي، الأرض المقدسة القدس، بناء الهيكل المزعوم، تجميع اليهود مقدمة في البعد الديني لمعركة هرمجدون المذبحة. المذبحة
التي يقول بها الفكر المسيحي الصهيوني مذبحة اليهود ليظهر من سماء معركة هرمجدون المسيح المنتظر، فيباد جل اليهود الذين جمعوا في فلسطين، بعد ذلك يؤمن به القليل ليحكم 1000 سنة قبل أن تقوم الساعة. لذلك لكن في البعد الجيوسياسي، التوراة له بعد جيوسياسي، يعني من فلسطين الأرض المقدسة والقدس إلى الفرات والنيل، ثم من مشارق الأرض ومغاربها وأين تطأبطون أقدامكم. إذن أن هذا الفكر كان قد مكن الحركة الرأسمالية الاستعمارية العالمية من حجية دينية لكي تمتد على البعد الجيوسياسي ويشرع لها هذا التمدد واستباحة الآخرين. الحركة الاستعمارية البريطانية لما أبادت لما استعملت الجراثيم والفيروسات لاقتحام أسوار الصين وحرب الأفيون، إنما كانت لها حجية دينية باطنية للحركة الاستعمارية، أن لها من مشارق الأرض ومغاربها، وهو الفكر الذي ترتكز له حقيقة الواقعية السياسية الأمريكية اليوم في العولمة وفي الهيمنة على العالم، انطلاقا من هذا الفكر الصهيوني المسيحي التبيري الذي يشرع للأمريكي والبريطاني أن يحتل أي ويستبيح أي نقطة في العالم وأن يبيد الأغيار. لذلك فإن لهذا الفكر بعد ليس ديني حقيقي، وأن تزييف للدين وأساطير دينية يوظف لمآرب التوسع الاستعماري. في الفترة الاستعمارية التقليدية يستعملوه البريطانيين، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستبيح العالم من خلال ليس العولمة وإنما الأمركة. نعم. الأمركة الصهيونية من خلال هذا الفكر. إذن فإن أقول أن التسمية كان ينبغي أن يقال عنها أنها المشكلة اليهودية في فلسطين، المشكلة اليهودية في العالم العربي، وليس المشكلة الفلسطينية. الفلسطينيون هم جزء من الحل. نعم. وليس أساسا للمشكلة، لأنها لبست لهم كما لبست العرب بتسميات أرادوها لنا لكي نتحنط بها، نستهلكها، نبتلع الطعم، وكأن المشكلة ذاتية. نعم. اليهودي كان يعيش في تونس وفي فلسطين وفي كل دولة عربية في مكانة خاصة، نحن الذين حمينا اليهود كعرب وكمسلمين، وكانوا في فلسطين محميين من طرف الفلسطينيين. لكن واليوم لما نقاوم، لما يقاوم الشعب الفلسطيني، ولما تقاوم أنت تعتبر أن القضية الفلسطينية قضيتك الذاتية، إنما يمكن أن ندرج ضمن هذا الفكر وهذه الرؤية، ندرج أنفسنا بأننا لا نقاوم من أجل الفلسطينيين والعرب المسلمين، وأننا نقاوم من أجل منع ذبح اليهود في فلسطين ومنعهم من مذبحة هرمجدون التي تخطط لهم من طرف الفكر والنهج الصهيوني بالتحديد. إذن على اليهود الموجودين بفلسطين أن يتضامنوا مع المقاومة الفلسطينية ضد الحركة الصهيونية وضد دولة إسرائيل. وهذا واقع موجود، نعرف حركات يهودية كبيرة خاصة في أمريكا. نعم. ترفض قيام دولة إسرائيل. على كل حال هذا غير هذا الإطار، معناه لا يكفي الحديث عن هذه الحركات وغيرها. نحن محظوظين الآن لأنك أمام أول شيء مناضل فلسطيني عنده معناها مدة كبيرة في نضال ضد الطغمة الصهيونية، ولكن كذلك مختص في العلاقة الدولية، بالتالي فإن هذا الحوار سيراوح بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، بين ما هو أكاديمي وما هو تاريخي. إيميل حبيبي في المتشائل يقول إذا أصابك مكروه فاحمد الله أن الذي أكره منه لم يصبك، وهذه معناها طرفة للأسف الشديد ربما نترجمها تونسيا بمقولة لعلي الدعاجي يقول فيها إذا طحت من الشباك احمد ربي عندك شباك. للأسف هذا واقعنا اليوم، نتحدث اليوم الآن وهنا، نتحدث على سلسلة الخيانات والتراجعات ومسلسل التطبيع المفاجئ. دول انطلقت من الإمارات إلى وصولا إلى السودان، السودان اللي هو بلد اللقاءات الثلاث، مؤتمر 67، لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. أين نحن؟ لماذا وصلنا إلى هذه النقطة بهذه السرعة على الأقل؟ هو سؤال كبير وكبير جدا، يتشعب لعدة مواضيع. نعم. في هذه العجلة
أريد أن أركز أنه أين نحن ولماذا وصلنا إلى هذا الحد. أولا في صراع في سياق الصراع ما بين العالم الذي سمي بشيوعيا والرأسمالية. لقد استخدمت الولايات المتحدة والمنظومة الغربية مجموعة من الآليات، ومن بين هذه الآليات هو الآليات عملا بنظرية التقاطع الاستراتيجي الذي كان قد بلورها بريجنسكي في فترة كيسنجر. برجنسكي رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي دعا إلى مراجعة السياسة الأمريكية، وقال حينذاك أنه في هذه المراجعة علينا أن نبني سياستنا الخارجية على التقاطعات وليس أيضا التحالفات المكتوبة بين الدول. في هذه اللحظة كان قد رفع الغطاء عن الشاه. رفع الغطاء عن الشاه كان يستهدف تسهيل تمرير إشعاع ديني للاتحاد السوفيتي لتدميره، لأن صواريخ الشاه المنكشفة إمبريالية وصهيونيا لم تعطي نتائجها، فكان لابد من توفير غطاء بالتقاطع وليس بالاتفاق من خلال حركة ثورية. حركة ثورية كانت وما زالت حقيقة اللي هي الثورة الإيرانية والخميني، فالسمح له بعد رفع الغطاء على الخميني بأن وسهل له بأن يأخذ بزمام الأمور في إيران لكي يستشعر الاتحاد السوفيتي الخطر فيسقط في الفخ الأفغاني الأفغانستاني، وهناك يقع الإجهاز على الاتحاد السوفيتي كآلية من آلية تدمير الاتحاد السوفيتي من خلال أفغانستان والطور في أفغانستان وما سميوا حينذاك بالمجاهدين وبرز التنظيم القاعدة إلى آخره اللي رايحوا حربة الملحدين الشيوعيين إلى آخره. نعم الاتحاد السوفيتي سقط بالفخ الأفغاني وكان ما كان مع ببرك كارمل لما أجهز على أحد آليته. أيضا الآلية الثانية هي تفعيل الآلية الدينية المسيحية من خلال بابا الفاتيكان. بابا الفاتيكان حينذاك الذي تعرض لمحاولة اغتيال، وقيل حينذاك أنها كان وراءها الاتحاد السوفيتي لأنه وقع خلق إشعاع ديني مؤثر على الاتحاد السوفيتي، لأن بابا الفاتيكان هو كان رئيس الكنيسة البولندية، ومعروف أن ربيع براغ حينذاك كان موجها للاتحاد السوفيتي، إذن وقع تصعيده من رئيس الكنيسة المسيحية في بولندا وهي كانت غطاء لنقابة التضامن ليخ فاونسا إلى أن يكون بابا الفاتيكان ليخلق إشعاع ديني مؤثر على الاتحاد السوفيتي. الآلية الثالثة حركة حقوق الإنسان والحقوق المدنية التي كان يتزعمها في الاتحاد السوفيتي ناتان شارانسكي. إذا تغطت التأثير الديني اليهودي من خلال حركة الحقوق والمدنيات بزعامة مجموعة من اليهود، ناتان شارانسكي وزير الدفاع الإسرائيلي السابق كان يعمل في ذلك. من خلال تلك الآليات الجوهرية العميقة وقع تحطيم الاتحاد السوفيتي على شكلية الحرب الباردة وسباق التسلح وحرب النجوم لاستنزافه، لكن في الجوهر هذه الآليات التي أدت تحطيمها. إذن في هذه الحالة بالنسبة لإيران قالوا برجنسكي وكيسنجر أنه لابد من حصر التأثير في الاتحاد السوفيتي، علينا أن نحمل بترودلر، لابد من إغراء والضغط العراق والدول العربية للدخول في حرب مع إيران لكي لا يصل تصدير الثورة إلى دول الخليج. فتم توريط الرئيس الراحل صدام حسين بالحرب العراقية الإيرانية. أين نحن؟ بدأنا من هنا في وضعية الانهيار لكي قال حينذاك مناحيم بيغن أن العراق دخل في الحرب مع إيران لكنه لن يعرف أبدا كيف يخرج منها، لذلك منذ تلك اللحظة خطة لتدمير العراق. ولما انفرط ولما وقع احتلال العراق وتدمير العراق وقرار وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، هو ذات القرار اللي كان في مضمونه أنه لابد من أن نقلب المعادلة، بدلا من دعم العراق علينا لا نستطيع إلا بوقف إطلاق النار. لذلك الرئيس العراقي الراحل قبل وقف إطلاق النار كان قد رفض هذا العرض بضرب البارج الأمريكي بازوفت
بصواريخ برج ستارك, بصواريخ من الطائرة الفرنسية, وقتل 28 أمريكي. إذن هو كان يرفض وقف إطلاق النار في البداية, خاصة لما أنه كان يقترن بوقف إطلاق النار محاولة اغتيال حركت له من طرف محاولة اغتيال من طرف بعض الضباط العراقيين على خلفية أنه هزم في الحرب العراقية الأخيرة, فرفض أن يوقفها مهزوما, استمر وبعد استرجاع الفو أوقف النار. إذن في هذه الحالة كان قد هذا القرار بحد ذاته هو الذي كان في مضمونه قرار ضرب العراق وتدميره في عاصفة الصحراء 90, ثم بعد ذلك 2003 عملية ثعلب الصحراء, ثم احتلال بغداد في إبريل 2003. من هنا انفرط عقد الزاوية الاستراتيجية في العالم العربي لتتلوها تدمير مجموعة من الدول العربية منها سوريا واليمن وليبيا. في هذا السياق كان هناك حراك عربيا ثوريا, استغل هذا الحراك بثورة مضادة, لأن الشعوب تصحو ممكن 50-100 سنة لمرة واحدة وتنتفض وتثور وتعمل حراكا ثوريا, لكن الأجهزة اليوم الأجهزة التي تتآمر على الثورة لا تنام الليل بالنهار وهي مسلحة بكل وسائل التكنولوجيا. لذلك فإن هذه الجدلية في الصراع النقطة هذه بالذات, أنت تعلم أنه الآن تم تحليل ما زالت جارية لما جرى في بالنسبة للثورات العربية, ثم تحليل تقول أن هذه الثورات في الأخير هي بداية النهاية لإسرائيل, وقد يؤكد هذا مثلا صيحة الفزع التي أطلقها القادة الصهاينة وقته, منهم أصيل تونس وزير الخارجية, ذكرني باسم وزير الخارجية الأسبق, أصيل مدينة جابس, أطلق صيحة فزع وقال بأن هذه الثورات تهدد في الأخير معناها أمن إسرائيل ووجود إسرائيل. نعم. لكن واقع الحال الآن كأنما إسرائيل ومن معها من محور الدول استطاعت أن توظف هذه الثورات إلى منحى معاكس تماما, والنتيجة هو هذا التطبيع المتتابع بشكل غير مفهوم. أنت تتذكر معناها زيارة سادات عام 77 لإسرائيل ماذا للقدس وللكنيسة ماذا وقع, فعل زلزالا في العالم العربي, من ذلك مثلا تغيير مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس, وقطع العلاقات أغلب الدول العربية مع مصر. اليوم لا نجد موقفا تماما, كأنما العرب طبعوا مع التطبيع. نعم. شلومو بن عمي وزير الخارجية الإسرائيلي السابق وسوى والأمريكيون وسوهم أجمعوا كلهم على أن الحراك الثوري العربي هو عامل من عوامل نهوض هذه الشعوب هذه المنطقة, وهو عامل خطر وجودي على هذا الكيان. لا أدل على ذلك ما أن الثورة التونسية كانت قد أطلقت شعار الشعب يريد تحرير فلسطين, نعم. وهو التعبير الدقيق الذي يخشى وخشية من الاسم الذي قصدته سيفان شالوم. سيفان شالوم هو أصيل مدينة جابس, وقد زارها للأسف الشديد في العهد البائد, نعم. وكان ما كان معناها من انتفاضة لمجموعة من المناضلين هناك, نعم. فالشعب يريد تحرير فلسطين, هذا هو عنوان كل الثورات العربية, نعم. كانت وما زالت. لكن الآن الجدل يدور كيف والصراع يدور بين المأمول من هذا الحراك الثوري العربي الوطني الملتزم الذي له مطالب عديدة نعرفها جميعا, وبين المشروع الفوضى الهدامة. الفوضى الهدامة الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية منذ كونداليزا رايس, وهي التي أطلقته, وإلى يومنا هذا بتحويل هذه الثورات بوسائل وبأدوات أخرى في إطار الثورة المضادة إلى فوضى هدامة في المنطقة. لذلك وقع توريط مجموعة من الدول العربية سواء في الأزمة اليمنية أو المؤامرة لتدمير سوريا أو المؤامرة لتدمير ليبيا, توريط العديد من الأنظمة العربية فيها, فغرقوا في درك البئر. كيف نخرج من هذا البئر؟ هذا سؤال سنجيب عليه في الجزء الموالي من الحصة. نأخذ فاصل
الأستاذ المخرج يطلب مني فاصل فاصل ثم نواصل. تيليشارجي لابليكاسيون ميديا اس ام اس من بلاي ستور، تلقى فيها لي سيرفيس نتاعنا وبرشا اوبسيونات اخرين كيما حمايه معطيات الشخصيه وسبيتش تو تيكس باللغات الكل حتى بالدرجه، تربحك برشا وقت في الكتابه. لابليكاسيون ميديا اس ام اس 100% تونسيه، متيليشارجينها في اكثر من 180 دوله. ما عليك كان تكتب ميديا اس ام اس من غير سباس في بلاي ستور، لابليكاسيون متوفره ب 15 لغه. للاستماع للحوارات الحصرية مع أهم الشخصيات الوطنية ولمتابعة آخر الأخبار السياسية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منها والعالمية، اتصل بالموزع الصوتي على الرقم 88 40 20 20. أعيد 88 40 20 20. باش تتفرج في الحوار هذا ابعث SMS فيه كلمة نيوز على الرقم 8353. باش توصلك كل يوم الكوتاسيون بورسيغ متاع الشركة اللي مساهم فيها، ابعث SMS فيه كلمة اي بورس واسم الشركة على الرقم 8353. مثال اي بورس اسباس تونيسير على الرقم 8353.